الشاب خالد نجم الراي أو ملك الراي مثل ما يلقبونه يتألق كعادته على خشبة مسرح مهرجان الراي الدولي، حيث التقى جمهوره الذي حج بالآلاف للاستمتاع بأشهر أغانيه والتي رددها معه كلمة بكلمة ولحنا بلحن. وكان الشعب يعني الله يعطيه الصحة وعام سعيد، نقول كل الجالية المغربية وكل الجالية المغرب العربي الكبير الله يطول في عمره والله يطول في عمر سيدنا، وشاهد نقول كذلك والشعب مزيان وتبارك الله عليكم. إلى جانب الشاب خالد، مسك ختام مهرجان الراي كان مع مجموعة من الفنانين الشباب أحمد شوقي، نصر ميجري وبلال الصغير، الذين قدموا أغاني جمعت بين أكثر من طابع ولون موسيقي. كنشوف بان هذا المهرجان ديال الراي فهو يعني رد هذا ثقافه الراي، ردها عالميه وكسر الحدود ما بين الدول. هذا الفن دركا راه باش يلاقي بين الشعوب ويأخي بين الشعوب، لا بريف الجزائر ديال المغرب، المغرب ديال الجزائر، كاع الشعوب تتلاقى في بلد واحد. راني فرحانه في هذا الفيستيفال، حنا ناشطين وفرحانين ونهار كبير هذا. فرحانين مزيان، هو فيستيفال دو راي وكل شيء مزيان. أجواء من الفرحة إذن كسرت روتين الحياة اليومية بالعاصمة الشرقية. أسبوع كامل قضاه الجمهور في اكتشاف عالم موسيقى الراي مع فعالية هذا المهرجان والذي أطفأ بالأمس شمعته التاسعة.